الحساب بينا انتهى ولسه باقي حاجات كتير ما بتنتهيش والفراق بينا ابتدى وكمان خسرنا حاجات كتير ضيعنا ليه 10 سنين علشان حاجات هتعيش يومين طب نعمل ايه في قلوب بتعمى بتدوس على كل الحنين طب نعمل ايه في جحود قلوب قدرت على الاخلاص تتوب طب ليه نسيب الدنيا تعرف تظهر ما فينا من العيوب الله.